انا نقول المباراه نشوفها مباراه تكميليه للنتائج الايجابيه اللي مروا. لو لعيبه جدد يلعبوا تكون لهم فرصه باش يشاركوا في هذه النتائج باش يثبتوا روحهم باش يبقوا في المنافسه ايضا، وحتى اللي كانوا لاعبين يرتاحوا المباريات الجايه. وهكذا الفريق مجموعه كامله 23 لاعب كله يكون باقي في المجموعه باقي في المشاركه هذه، واحد ما يخرج من التركيز.